إنسانيا طالب ممثلو محافظة نينوى في مجلس النواب طالب الحكومة بإغاثة العائلات المحاصرة في الجانب الأيمن من الموصل برمي المواد الغذائية الجافة عن طريق الجو، مشددين على ضرورة الإسراع بتنفيذ خطة عاجلة لإغاثة السكان المحاصرين بعد نفاذ كل المتطلبات الأساسية للحياة. أهلنا خلال هذه السنتين ونصف أو ثلاث سنوات عانوا ما عانوا من حصار عليهم من قبل عصابات داعش إرهابية، اليوم يموتون جوعا أيضا، فأتمنى أن يكون هنالك تنسيق، وطلبت أيضا أنا مع بداية تحرير الجانب الأيمن أن يكون هنالك خطة موضوعة لإيصال المواد الغذائية إلى داخل هذه المناطق المحاصرة عن طريق رميها بالتنسيق مع الطيران العسكري، ورمي هذا على أقل تقدير أن يكون هنالك إيصالهم المواد الجافة مثل الطحين أو التمر إلى هذه المنازل عن طريق رميها بالطائرات إلى داخل المدينة. أكو ناس إنه عتحوش مادة الخباز فتجيها أيضا قصف، يعني ما عرف إنه يصوروا إنه عيزرعون يعني وعيحوش خباز بالحاوي فتجي من الفندق من قناصين ضرب يصورون إنه عيزرع ألغام. هم مدنيين وهذا، بالإضافة اللي نسمع صرخات الأطفال اللي هو من المجاعة بحيث الأم بيدها طفلها ما تستطيع أن ترضعه لأن حليبها جف. يعني فاستغاثينا بالأسبوع الماضي واللي قبله استغاثة برمي المواد الغذائية من تمر وحليب وصمون ورميها عشوائيا على السطوح من أجل أكثر المواطنين يستفادون منها.